كمان القوى الناعمة بقى والدراما بتقدر توفق كمان الحياة، مش عايزة أسميها ببساطة ولكن بواقعية، وتقدر تنقلها لك. وده اللي فكرت فيه كمان المتحدة، بأن هي في ماراثون رمضان وفي مهرجان رمضان زي ما بنسميه للدراما، إنها تقدم قصة زي مليحة. وبنعرف طبعا إنه المسلسل بيحكي يعني قصة يعني الناس شايفاها والناس حساها والناس عايشاها، لكن كمان بيبقى فيه روايات مغلوطة كتير، فهيبقى فيه فرصة كمان إنه نقدر نقدم ده من خلال الدراما أو من خلال الإعلام. كمان مؤلفة مسلسل مليحة كانت بتحاول تقدم كل اللي أنا قلت لحضراتكم ده من خلال 15 حلقة. البطولة لدياب والفنانة الكبيرة القديرة ميرفت أمين، وطبعا مجموعة من الفنانين، منهم طبعا دكتور أشرف زكي اللي بيشارك كفنان، وكمان في أمير المصري ومروة أنور وحنان سليمان وغيرهم من الفنانين، التأليف لرشا الجزار والإخراج لعمرو عرفة. شخصية مليحة كمان بتقدمها الفنانة الفلسطينية معانا كمان في قصة مليحة. وخلينا نروح للمخرجة رشا، المؤلفة رشا الجزار، ونعرف منها أيضا، لأن هذا المسلسل تم كتابته أكيد بشكل سريع علشان يبقى موجود في وقت الأحداث. خلينا نروح لمؤلفة العمل رشا الجزار. مساء الخير أستاذة رشا. مساء الخير يا أستاذة شفتي، زي حضرتك وكل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيبة وبألف خير. يعني مسلسل مليحة، يعني أنا عارفة أنه أنتوا بتكتبوا وإحنا الأحداث على الهوا ورمضان كمان على الهوا، فكلميني عن الكواليس والكتابة. إحنا الحقيقة بدأنا متأخر قوي، بس الحمد لله يعني إحنا كنا موفقين جداً، إن إحنا اشتغلنا من نوفمبر، فقعدنا 4 شهور بنشتغل بشكل متواصل. عدنا الكتابة، قررنا درافتات كتيرة جدا، كنا نفسنا نوصل لأفضل تصور ممكن في الكتابة وأفضل شيء ممكن نوصل له في التنفيذ وفي كل حاجة. فيا رب نكون قدرنا نقدم عمل فني يليق بالمشاهد المصري وبالمشاهد العربي، ونكون قدرنا نوصل رسالتنا وندعم أشقائنا في فلسطين بأبسط أدوات في إيدينا. أكيد إحنا طبعا شايفين إنه الحلقات الأولى، إحنا النهاردة يمكن في الحلقات لسه في الحلقات الأولى، شايفين الأجواء العائلية، الفرش للشخصيات بشكل طبيعي، يعني لسه إيه البداية في الأحداث. مظبوط مظبوط، النهاردة إذاعي الحلقة الثانية، فيعني أنا مبسوطة برد الفعل والصدى اللي عملته الحلقة الأولى. حسينا انه يعني تعبنا ومجهودنا في محاولة ان احنا نقدم رسالة واضحة، ان المجهود ده وصل للناس والناس حسيته والناس قدرته، فده شيء كبير، وده برضو بيحسسنا بمسؤولية اكبر. فيا رب باقي الحلقات لحد نهاية المسلسل يكون عند حسن ظن المشاهدين وعند حسن ظنكم كلكم. التصوير تم فين يا أستاذة رشا؟ تصوير المسلسل، يعني هل في أماكن خارجية ولا كل تصوير جوه الاستوديوهات؟ لا طبعا في أماكن خارجية كتير، يعني أنت هتشوفي على الشاشة ليبيا في 2012، هتشوفي قطاع غزة في 2000 في سنة 2000 وقت الانتفاضة الثانية، هتشوفي يعني قدام شوية قطاع غزة في فترة معاصرة، هتشوفي السلوم المصرية، هتشوفي رفح المصرية. يعني كده أنا اطمنت، يعني الأحداث هتكونوا موجودين هناك يعني زي ما ده موجود. طيب أنا عارفة كمان إنه كان في رد فعل لأيضا الإعلام الإسرائيلي، يعني تابعنا إنه يعني في تعقيبات وردود فعل جاءت سريعة. مظبوط مظبوط، هو يعني احنا اتفاجئنا انه الاعلام الاسرائيلي منزعج من المسلسل، والحقيقه ان الانزعاج ده يعني اسعدنا واسعدني بشكل شخصي جدا.
لأنه في الآخر إحنا بنقدم دراما بنناقش فيها في إطار درامي، بنتطرق للقضية الفلسطينية وبملامح بسيطة، لكن بندعم فيها الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني في أرضه، وبنحاول نحكي السردية التاريخية لماهية الصراع العربي الإسرائيلي بملامح بسيطة، أتمنى أنها توصل للشباب اللي ملحقش يتربى ذهنيا ووطنيا من خلال الفنون. أكيد، يعني أنا بتمنى أن إن شاء الله يعني هذه المواكبة والتصوير في مواقع لأحداث طبيعية، وأيضا تصوير يعني أكيد كواليس كتير، وأنا عارفة أن أنتوا هتقدموا مفاجآت، مش عايزين نحرق الأحداث، لكن إن شاء الله نتابع معاكم مليحة، وينضم لمسلسلات إن شاء الله اللي موجودة على شاشات المصرية بإذن الله، ويكون عمل كمان بيقدم سند ودعم لأهالينا في قطاع غزة.